أسعدتم بالخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا، نستهلها بأبرز العناوين. عملية إنقاذ معقدة مرتقبة لناقلة نفطية سونيون بعد زراعة الحوثيين متفجرات على متنها. رئيس الحكومة يشكل لجنة تحقيق في انفجار محطة الغاز بالعاصمة عدن ويوجه بمراجعة تراخيص كافة المحطات. محافظو حضرموت يتفقد عددا من المشاريع الحيوية في مديرية الشحر.